بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالعلم والفهم، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. فوصلنا إلى زكاة الفطر، لكن لم نأخذ زكاة الفطر، وهي بداية درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن، قال: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. وتجب، شكر الله لك، وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعما تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى حول زكاة الفطر. ومن خلال هذا الكلام تعرف أن المصنف رحمه الله ذكر حكم زكاة الفطر، فقال: وتجب. فقوله وتجب فيه إشارة إلى الحكم، وذكر شروط الوجوب، فذكر أن شروط الوجوب ثلاثة: الإسلام، وإدراك الوقت بقوله وغروب الشمس إلى آخر، والثالث وجود الفضل. تمام، وجود الفضل أي الزائد، الفضل بمعنى الزائد، وجود الفضل أي وجود الزائد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي في يوم العيد وليلة العيد. وذكر مسألة ثالثة، وهي أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، فقال: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم. وذكر مسألة رابعة، وهي مقدار زكاة الفطر، فقال: صاعا، مقدار زكاة الفطر صاع. تمام، فقال صاعا. وذكر مسألة خامسة، وهي الجنس، من ماذا تخرج زكاة الفطر؟ قال: من قوت بلده. إذن كم ذكر مسائل؟ ذكر خمس مسائل في المتن. ذكر كم مسائل؟ خمس مسائل، نكتبها في السبورة، نشرحها واحدة واحدة، ثم نقرأ كلام الشارح. ما حكم زكاة الفطر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر،
وتسمى زكاة البدن، وتسمى صدقة رمضان، وتسمى زكاة الفطرة، وتسمى صدقة الصوم. كل هذه الأسماء اسم لنفس الشيء. ممكن تسميها زكاة البدن، زكاة رمضان، زكاة الفطر، زكاة الصوم، زكاة الفطر، الفطرة، كل ذلك نفس المعنى. زكاة الفطر قال حكمها الوجوب، تجب زكاة الفطر، إذن حكمها الوجوب، ودل على هذا الوجوب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فرض، وكلمة فرض هذا من صيغ الوجوب. نحن مر معنا في أصول الفقه أن صيغ الوجوب هي الفعل المضارع المقرون باللام، صح؟ ومر معنا أن من صيغ الأمر أيضا فعل الأمر، صح؟ واسم فعل الأمر أيضا. ومر معنا أيضا أن من صيغ الأمر المصدر النائب عن الفعل، وبالوالدين إحسانا. ما معنى إحسانا؟ إحسانا مصدر أحسن، تقدير الكلام أحسن أو أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. من صيغ الأمر أيضا أو من صيغ الوجوب أيضا كتب، فرض، هذا يدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، واضح؟ كتب عليكم القصاص في القتلى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، هذا يدل على الوجوب. إذن نقول زكاة الفطر واجبة لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وأجمع العلماء على أنها واجبة، أجمع العلماء على أنها واجبة. هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للشروط، فشروطها بحسب ما ذكر المؤلف ثلاثة، ويضاف إليها شرط الرابع. شرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث إدراك الوقت. الشرط الرابع وجود الفاضل، سنشرح بعد ذلك. ما هو الشرط الزائد عما ذكره المؤلف؟ هو ذكر ثلاثة وهنا أربعة، ما هو الشيء الزائد هنا غير موجود في كلام المؤلف المصنف أبو شجاع؟ ماذا؟ الحرية. هذا لم يشر إليه المصنف، لم يشر إليه المصنف. إذن نقول الإسلام، الحرية، إدراك الوقت، وجود الفاضل. الإسلام تفهم أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر، يعني الشخص الكافر لا يجب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. لكن إذا كان هذا الشخص كافر وعنده قريب مسلم، شخص كافر أبوه مسلم، رجل عمره 30 سنة هو كافر، وعنده أب عمره 70 سنة مسلم، هل يجب على هذا الكافر أن يخرج زكاة الفطر عن قريبه المسلم أو لا؟ نعم يجب، نعم يجب، واضح؟ نقول لا تجب على الكافر إلا عن عبد، إلا عن قريبه وعبده المسلمين. إذا كان عنده قريب مسلم مثل أب مسلم
أو كان عنده عبد مسلم فيجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، تجب على الكافر ليخرج عنهم زكاة الفطر، أما هو رأسا لا تجب عليه لأنه كافر. واضح أو لا؟ واضح؟ إن شاء الله. إذن الشرط الأول إسلام، فلا تجب على الكافر إلا عن قريبه وعبده المسلمين، تمام؟ الشرط الثاني الحرية. نقول لا تجب على العبد لأن العبد ليس حرا، لا تجب على العبد، صح؟ لكن يجب على السيد أن يخرجها عن العبد. العبد لا تجب عليه زكاة الفطر لأن العبد لا تجب عليه الزكاة أصلا، لأن العبد لا يملك، لا تجب على العبد لا زكاة المال ولا زكاة الفطر، مثل الكافر لا تجب عليه زكاة المال ولا زكاة الفطر. على التفصيل الوجوب، مقصود الوجوب أي أنه لا يطالب بها وإن كان يعاقب عليها بالنسبة للكافر. نقول العبد لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه لا يملك، لكن يجب على سيده أن يخرجها عنه. فإذا كان السيد عنده ثلاثة عبيد يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. ما معنى إلا صدقة الفطر في الرقيق؟ أي إن السيد يخرج عن الرقيق صدقة الفطر، أي عن العبيد صدقة الفطر. واضح؟ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. إذن نقول يجب على السيد أن يخرجها عن العبد. الشرط الثالث إدراك الوقت. ما هو هذا الوقت؟ قال الوقت أن تغرب عليه الشمس آخر يوم من رمضان، تغرب عليه الشمس آخر يوم من رمضان. بعبارة أخرى أنه يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. عندما تغرب الشمس آخر يوم من رمضان يكون حيا، فإذا أدرك هذا الوقت وجبت عليه. واضح؟ إذا أدرك هذا الوقت وجبت عليه، أي غربت عليه الشمس آخر يوم من أيام رمضان. طيب، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أنه لو مات قبل غروب الشمس بقليل، هذه الصورة الأولى، لو مات قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ ها؟ لا تجب. أحسنتم، فلا تجب. لماذا لا تجب؟ لماذا لا تجب؟ لأنه لم يدرك جزءا من شوال. أدرك من رمضان، قبل الغروب كان رمضان، صح؟ بعد الغروب يبدأ شوال. هو قبل الغروب مات، يعني أدرك رمضان لكن لم يدرك جزءا من شوال. واضح؟ لا تجب. واضح وغير واضح؟ متى ينتهي اليوم؟ بغروب الشمس. بغروب الشمس ينتهي رمضان، بعد المغرب يبدأ شوال، فهذا مات قبل الغروب، يعني أدرك جزءا من رمضان لكنه لم يدرك جزءا من شوال. نقول لو مات قبل غروب الشمس لا تجب زكاة الفطر عليه. طيب، لو ولد بعد غروب الشمس تجب عليه أو لا تجب عليه؟ أيضا لا تجب عليه، لا تجب عليه، لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. أحسنتم. طيب، ثلاثة، لو مات بعد
غروب الشمس تجب عليه ولا تجب؟ تجب. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. أربعة، لو ولد قبل غروب الشمس تجب عليه ولا تجب؟ تجب عليه ولا تجب؟ تجب. أحسنت. طيب، لو أسلم قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس أسلم، تجب عليه ولا تجب؟ تجب عليه، لأنه يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بخلاف ما لو أسلم بعد غروب الشمس فلا تجب عليه، لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. طيب، لو تزوج بامرأة آخر يوم من أيام رمضان، لو تزوج بامرأة قبل غروب الشمس يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها أو لا يجب؟ يجب. واضح؟ يجب، لأنه تزوج بها قبل غروب الشمس فأدركت معه جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ولو تزوج بها بعد الغروب لا يجب. واضح أو لا؟ أيوه. إذن هذا الضابط، الضابط أن تغرب عليه الشمس آخر يوم من أيام رمضان. تمام؟ إذن علمنا الآن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث إدراك الوقت، الشرط الرابع أن يجد الفاضل. ما معنى أن يجد الفاضل؟ أي أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته. أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد. واضح؟ فإذا وجد ذلك ووجد زائدا عليه، هذا هو الفاضل، الفاضل بمعنى الزائد، ووجد زائدا عليه وجب عليه إخراج زكاة الفطر. أما إذا كان الشخص لا يجد ما يكفيه ويكفي أولاده ومن ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر. وأحيانا بعض الفقراء يقول لك أنا لا يوجد عندي ما يكفيني ويكفي أسرتي في يوم العيد وليلته، لا أجد. ثم بعد ذلك تأتيه صدقة من فلان، وتأتيه صدقة من فلان، وتأتيه صدقة من فلان، وتأتيه صدقة من فلان، فيتجمع عنده عدة صدقات، هذه الصدقات تكفيه وتكفي أولاده مدة. نقول الآن صارت واجبة عليك، ويجب عليك أن تخرج من هذا المال. واضح؟ يجب عليك أن تخرج. يقول هذه صدقات جاءت، نقول وإن كانت صدقات جاءت إلا أنه الآن صار واجبا عليك الإخراج منها. واضح أو لا؟ إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة لماذا؟ لشروط الوجوب. على من تجب زكاة الفطر؟ نقول زكاة الفطر تجب على المسلم ومن ينفق عليهم. من الذين ينفق عليهم؟ الذين ينفق عليهم هم الأصول الأب والأم، الجد والجدة وإن علوا. تمام؟ الفروع، الابن والبنت وإن نزلوا. تمام؟ الزوجة وحقها مقدم على الأصول والفروع،
فإذا لم يكن عنده مال إلا لواحد يخرج زكاة الفطر عن من؟ عنده مال، إذا أخرج زكاة الفطر عن ابنه يكفي، لكن لا يكفي لغيره، أو عن زوجته. يقدم من؟ الزوجة أو الابن؟ الزوجة. تمام؟ الزوجة مقدمة في النفقة ومقدمة في إخراج زكاة الفطر. العبد، هؤلاء يجب الإنفاق عليهم. الأصول والفروع، القرابة، الزوجة الزوجية، العبد الملك، هذه الثلاثة تسمى أسباب النفقة، أسباب وجوب النفقة، القرابة، الزوجية، الملك. لو سألك شخص ما هي أسباب وجوب النفقة، أي متى تكون النفقة واجبة على الإنسان، متى يجب على الإنسان أن ينفق، نقول يجب على الإنسان أن ينفق بثلاثة أسباب: القرابة للأصول والفروع، الزوجية للزوجة أو الزوجات، الملك أي إذا كان يملك عبيدا أو كان يملك حيوانات، حتى إذا كان يملك ماشية بهيمة أو ما شابه ذلك يجب أن ينفق عليهم. واضح؟ إذن لكن هنا في زكاة الفطر لا نذكر البهائم. تمام؟ نقول يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر أولا عن نفسه، أول شيء ابدأ بنفسك كما في الحديث، ثم عن زوجته، ثم عن فروعه، ثم عن أصوله، ثم عن عبده أو عبيده. تمام؟ إذن يجب عليه أن ينفق أو أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، ثم عمن تلزمه نفقتهم. تمام؟ طيب إذا كان الشخص متزوجا بنصرانية، هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ ها؟ لا. لماذا لا؟ لانتفاء شرط الإسلام، صح؟ ولذلك نقول مع أن النصرانية، الزوجة النصرانية يجب النفقة لها أو لا يجب؟ نقول عندنا ضابط: من وجبت نفقته وجبت فطرته. هذا ضابط فقهي. من وجبت نفقته، وجب الإنفاق عليه، وجب إخراج زكاة الفطر عنه. من وجبت نفقته وجبت فطرته، لكن هنالك استثناءات. يستثنى الزوجة الكافرة. الزوجة الكافرة يجب نفقتها، صح؟ تجب نفقتها، لكن لا تجب فطرتها. القريب الكافر كما تقدم، لو كان هنالك ابن، ماذا قلنا؟ القريب الكافر أو العبد أو ما شابه ذلك، عفوا، لا، القريب المسلم. تمام؟ أيوة، يكون عكس الضابط. إذن نقول من وجبت نفقته وجبت فطرته، ويستثنى من ذلك الزوجة الكافرة وبعض الصور التي ربما ذكرها الشارح في الكتاب. طيب، ما مقدار زكاة الفطر؟ مقدارها صاع يعادل بالأمداد كم أمداد؟ 4 أمداد. مرة معكم هذا كثيرا. جنسها من ماذا تخرج؟ تخرج من قوت البلد، فالبلد الذين قوتهم الرز يخرجونها من الأرز، البلد الذين قوتهم البر يخرجونها من البر، وهكذا. تمام؟ تخرج من قوت البلد. وهل تخرج قيمة، يعني نقودا أو لا؟ حصل خلاف بين العلماء، فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله
جواز إخراجها نقودا، تمام، وهو اختيار البخاري رحمه الله في الصحيح، وبعض العلماء كتقي الدين بن تيمية وعدد من العلماء المعاصرين حتى من فقهاء الشافعية من يرى جواز إخراجها قيمة إذا كان في ذلك مصلحة للناس. فبعض الناس مثلا اليوم متطلبات الحياة ليست فقط في القوت، بعض الناس يحتاجون أشياء أخرى، بعضهم يحتاج إلى دواء، بعضهم يحتاج إلى دفع فواتير الكهرباء، بعضهم يحتاج إلى ملابس، بعضهم يحتاج إلى أشياء أخرى. فعندما تعطيه رز وهذا يعطيه رز وهذا يعطيه رز وهذا يعطيه رز، ماذا يصنع بهذا الرز كله؟ ربما يذهب ويبيعه بأقل ثمن، واضح، ولا يحصل له الإغناء المقصود في الحديث. في الحديث أغنوهم في هذا اليوم، لكن إذا أعطيته النقد ينتفع به أكثر، واضح. ومن هنا رأى عدد ليس قليل من أهل العلم أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر قيمة، تمام، وهذا قول قوي، والله أعلم. على كل حال نقرأ كلام المؤلف، بقي بعض المسائل التي لم تذكر هنا، يعني لا أدري أذكرها الآن أو نقرأ ثم أذكرها. نقرأ ثم أذكرها، ننظر لعل الشارح ذكرها. قال رحمه الله تعالى في الشرح: فصل. وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء، وأضفنا شرطا رابعا وهو الحرية، تمام. الإسلام قال: فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين، تمام، إلا في رقيقه وقريبه المسلمين. قال: وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. هذا على ترتيبنا في السبورة، هذا الثالث. وحينئذ فتخرج زكاة الفطر، انتبه، فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب. لماذا؟ لماذا تخرج عمن مات بعد الغروب؟ لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، تمام. قال: فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. ما معنى دون من ولد بعده؟ أي دون من ولد بعد الغروب، فالذي ولد بعد الغروب لا تجب أن تخرج عنه. لماذا؟ لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. ويمكن أن تفهم من هذا أيضا أن الجنين في البطن يجب إخراج الزكاة عنه أو لا يجب؟ لا يجب. الجنين في بطن أمه لا يجب إخراج صدقة الفطر عنه، لأنه حتى لو ولد بعد الغروب لا تجب. فالذي في بطن أمه من باب أولى أنه لا تجب إخراج زكاة الفطر عنه. قال: ووجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل. ما معنى يفضل؟ يزيد بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، يقصد في ذلك اليوم أي في يوم العيد وليلة العيد. والمقصود أنه يفضل عن حاجاته من نفقة وملبس ومسكن، تمام. قال: يوم العيد أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا. ثم قال: ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم. انظر، إذا كان عنده أب كافر، عنده أب كافر وهو مسلم، نقول يجب عليك أن تنفق عليه. الابن مسلم والأب كافر،
نقول يجب عليك أن تنفق عليه، لكن لا تجب عليك زكاة الفطرة، وهذا مستثنى من الضابط. إذا كان متزوجا بكافرة بنصرانية نقول يجب عليك أن تنفق عليها، لكن لا يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنها لأنها كافرة. لو كان عنده عبد كافر نقول يجب عليك أن تنفق عليه، لكن لا يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. قال: فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم. واضح؟ ثم قال: وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده. صاعا إشارة إلى المقدار، مقدارها صاع ويعادل 4 أمداد. قال: من قوت بلده، أي مما يقتاته أهل بلده إن كان بلديا، أي إن كان يعيش في بلد، في مدينة أو في قرية. أما إذا كان من الريف، يعني الناس الذين ليس لهم مكان يعيشون فيه، يجلسون هنا شهرا أو شهرين ثم ينتقلون إلى مكان آخر ثم إلى مكان ثالث ورابع هكذا في كل السنة، ويسمون عندنا في البلاد العربية يسمون البدو والرحل، يرتحلون كل شهر، هم يسكنون في مكان، عندهم خيام يحملونها معهم، يسكنون هنا شهرا أو شهرين ثم ينتقلون إلى مكان آخر ومكان ثالث ورابع هكذا طول أعمارهم. هؤلاء لا يسمون أهل بلد، هؤلاء أهل رحلة، يسمون البدو والرحل. تمام؟ قال: إن كان بلديا، فإن كان في البلد أقوات، نفترض أنه أيضا في بلادنا العربية لا يوجد قوت واحد، يوجد قوتان في كثير من البلاد العربية. القوت المشهور هو البر والرز، الناس يأكلون هذا ويأكلون هذا، هذان قوتان غالبان. قال: فإن كان في البلد أقوات، أي أقوات قوتان فأكثر، المقصود هذا. تمام؟ غلب بعضها وجب الإخراج منه. يعني في بلاد العربية يوجد الأرز ويوجد البر، ننظر إذا كان البر القمح أغلب يخرج من القمح، إذا كان الرز أغلب أكثر يخرج من الأرز، فيخرج من الأكثر منهما، من الأغلب منهما. تمام؟ قال: فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج منهم. ولو كان الشخص، طبعا غلب بعضها أي أن الناس في غالب السنة يأكلون هذا، واضح؟ الناس في غالب السنة يأكلون من هذا القوت. قال: ولو كان الشخص في بادية، هذا الذي قلت لك أنهم لا يبقون في مكان، يرتحلون من مكان إلى آخر، ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه. ينظر أقرب البلاد إليه، ما قوتهم؟ إذا كان قوتهم كذا يخرج منه. تمام؟ ومن لو يوسر بصاع، ومن لم، هذا لم ليس لو، هذا خطأ مطبعي، ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك. هذا مرة معنا وسيأتي معنا أيضا مرة أخرى في القواعد. شخص قال: كم الواجب علي في زكاة الفطر؟ قلنا صاع. عاد إلى بيته لم يجد صاعا، وجد نصف صاع فقط، مدين فقط، هل يجب عليه إخراج المدين أم لا؟ ما رأيكم؟ يجب عليه أو لا يجب؟ واجب. لماذا واجب؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. هو استطاع هذا فقط، صح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهو يستطيع هذا. إذن نقول لو كان الشخص يستطيع يوسر ببعض صاع يجب عليه ذلك. ولذلك انظر ماذا قال: ومن لم يوسر بصاع، يعني ليس عنده صاع، ومن لم يوسر بصاع
بل ببعضهم لزمه ذلك البعض. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، تمام؟ أيوة. ثم قال: وقدره أي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع. على كل حال مقداره بالأمداد 4 أمداد، مقداره بالأمداد 4 أمداد، ويقدر بالكيلو تقريبا 2.5 إذا كان من القمح، إذا كان من القمح 2.5، وأظن أيضا إذا كان من الرز 2.5 تقريبا هكذا، تمام؟ لكن هذا ليس ثابتا، هذا يختلف باختلاف الأقوات. على كل حال هذا في الغالب أنه 2.5. هذا بالنسبة للمسائل التي ذكرها المصنف والتي بينها الشارح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. بقيت مسألة تتعلق بزكاة الفطر لم يشير إليها، وهي أوقات زكاة الفطر. أوقات زكاة الفطر، زكاة الفطر كم لها أوقات؟ كم لها أوقات؟ أوقات صدقة الفطر لها 5 أوقات: 1، 2، 3، 4، 5، تمام؟ عندنا وقت اسمه وقت وجوب، ووقت استحباب، وقت جواز، وقت كراهة، وقت تحريم. كم هذه؟ 5. وقت الوجوب تقدم بإدراك أو بغروب الشمس، نقول بغروب شمس آخر أيام رمضان. فإذا غربت الشمس آخر أيام رمضان وجبت الزكاة، واضح؟ وجبت زكاة الفطر. وقت الاستحباب بعد الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا وقت استحباب بعد الفجر إلى قبل صلاة العيد، إلى قبل صلاة العيد، تمام؟ يستحب إخراجها في هذا الوقت، هذا أفضل الأوقات. وقت الجواز من أول رمضان، يجوز إخراجها من أول رمضان، يعني ممكن في 1 رمضان، في 2 رمضان، في 3 رمضان يمكن إخراجها، واضح؟ في أول رمضان. وقت كراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، هذا وقت كراهة، يعني لو أداها يوم العيد صباحا بعد الصلاة، تمام؟ أو أداها بعد صلاة الظهر يوم العيد، هذا مكروه. وقت تحريم تأخيرها عن يوم العيد، يحرم أن يؤخرها عن يوم العيد، يحرم ولا تسقط، يعني حتى لو أخرها عن يوم العيد لا تسقط، تجب عليه ولا تسقط وتكون قضاء، تمام؟ تأخيرها عن يوم العيد. إذن هذه الأوقات الخمسة: وقت وجوب بغروب الشمس آخر يوم
من أيام رمضان، وقت استحباب بعد الفجر إلى قبل صلاة العيد، وقت الجواز من أول رمضان. لماذا وقت الجواز من أول رمضان؟ لماذا وقت الجواز من أول رمضان؟ لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقهية تقول كل عبادة مالية لها سببان، كل عبادة مالية لها سببان يجوز أن تقدم على واحد منهما، كل عبادة مالية، انتبه، عبادة ماذا؟ مالية، لها سببان يجوز تقديمها على واحد منهما. كل عبادة مالية لها ماذا؟ سببان. ما هما السببان هنا؟ السبب الأول النصاب، السبب الثاني السبب الأول ما هو؟ إدراك رمضان، السبب الثاني إدراك شوال، تكفي الزكاة، إدراك رمضان وإدراك شوال. فهو أدرك رمضان صح؟ ما دام أنه أدرك رمضان يعني أدرك السبب الأول، إذن يجوز أن يقدمها على السبب الثاني، تمام؟ فنقول من أدرك رمضان، من دخل في رمضان يجوز إخراج زكاة الفطر لأنه أدرك السبب الأول، لأن العبادة المالية التي لها سببان يجوز أن تقدم على واحد منهما، تمام؟ طيب، وقت الكراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، وقت التحريم تأخيرها عن يوم العيد. هذا أهم ما يتعلق بزكاة الفطر. إذا تقرر هذا سنتكلم بعده حول المستحقين للزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى. هؤلاء الأصناف الثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى بصيغة الحصر، بصيغة الحصر. ما معنى صيغة الحصر؟ إنما، ماذا تسمى إنما؟ إنما تسمى صيغة حصر. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال إلا بالنيات، صح؟ صح؟ أيوة. إنما الصدقات لفلان وفلان 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 وفلان، يعني لا تصح ولا تجزئ الزكاة لغيرهم، هذا يسمى أسلوب حصر. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن المستحقين للزكاة ثمانية، فلا يجوز ولا يجزئ أن تعطى الزكاة لغيرهم، واضح؟ فقال في أول الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخره، وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة. فبدأ يشرح ما معنى الفقراء، ما معنى المساكين، ما معنى العاملين عليها، ما معنى المؤلفة قلوبهم إلى آخر، واضح؟ بدأ يشرح حوله.
قال رحمه الله تعالى: فالفقير في الزكاة، الفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. هذا هو الفقير. الفقير هو الشخص الذي ليس عنده مال وليس عنده كسب، إما ليس عنده مال بالكلية، لا يوجد عنده مال بالكلية، لا يوجد عنده مال، أو عنده مال لكنه لا يقع موقعا من حاجته. ما معنى لا يقع موقعا من حاجته؟ كشخص على سبيل المثال يحتاج في الشهر إلى 1,000,000 روبية، لكن دخله في الشهر الذي يأخذه في الشهر 300,000 روبية فقط. واضح أو لا؟ فهذا حتى الكسب الذي يحصل عليه لا يقع موقعا من حاجته، بمعنى لا يسد معظم حاجاته. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى فقير، هذا يسمى فقير. واضح؟ إذن من هو الفقير؟ نقول الفقير هو الذي ليس عنده مال وليس عنده كسب. ما معنى كسب؟ يعني ليس عنده عمل يتكسب منه، ليس عنده وظيفة أو حرفة أو مهنة يتكسب منها، ليس عنده مال وليس عنده كسب، أو عنده مال أو كسب لا يقع موقعا من حاجته. تمام؟ واضح؟ واضح هذا؟ كشخص يحتاج على سبيل المثال في الشهر إلى 1,000,000 روبية، لكن دخله 300,000 روبية. تمام؟ طيب. فقال هنا: فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده. فقير العرايا هذا سيأتي معنا في الكلام على الربا. العرايا مستثناة من بيع المزابنة، والمزابنة معناه أنك تشتري الرطب بالتمر، واضح؟ أو أن تشتري الشيء الرطب بالشيء اليابس، وهو من الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وأظن هذا قد مر معنا عندما تكلمنا على قاعدة الرخص لا تناط بالشك في الجواهر العدنية، مر معنا هذا، وسيعود معنا مرة أخرى عندما نتكلم على الربا في هذا الكتاب، فبالتالي لا أطيل في شرحه هنا. قال: فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. والمسكين، انتبه للفرق بينهم، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من حاجة من كفايته ولا يكفيه. المسكين شخص مثلا عنده مال أو عنده كسب، عنده عمل، هذا المال أو هذا الكسب الذي يكسبه يغطي كثيرا من حاجاته لكن لا يكفيه. كشخص يحتاج مثلا في الشهر إلى 1,000,000، يحتاج في الشهر إلى 1,000,000، لكن المال الذي يحصل عليه 800، هذا المال الذي يحصل عليه 800 يغطي كثير من حاجاته، صح؟ لكن يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، ناقص قليل، ناقص 200، صح؟ إذن هذا يسمى مسكين. تفهم من هذا الكلام أن الأشد حاجة من هو؟ الفقير أو المسكين؟ ها؟ الفقير أشد حاجة، لأن الفقير من ليس عنده مال ولا كسب، أو عنده ولا يسد موقعا من حاجته. أما المسكين فعنده مال أو كسب يسد موقعا من حاجته لكنه لا يكفيه. ولذلك نقول إن كثيرا من الموظفين الذين يعملون اليوم في الوظائف، خاصة في الوظائف الحكومية، كثير منهم فقراء ومساكين، كثير منهم مساكين، عندهم مال يسد كثيرا من حاجاتهم لكنه لا يكفيهم، فهم ندخلهم في زمرة المساكين، في مجموعة المساكين،
لأن عندنا ثمان مجموعات، هذه مجموعة الفقراء، مجموعة المساكين، مجموعة العاملين عليها، مجموعة المؤلفة قلوبهم، مجموعة في الرقاب، مجموعة الغارمين، مجموعة في سبيل الله، مجموعة ابن السبيل. ثمان مجموعات عندنا، تمام؟ غالبا ندخل الموظفين في مجموعة من؟ في مجموعة المساكين، وقد يوجد منهم من الموظفين من هم فقراء، وقد يوجد من الموظفين من هم ماذا؟ من هم أغنياء، قد يوجد، لكن في الغالب خاصة في الدول يعني الفقيرة، تمام، مثل دولنا، أن الموظفين يكونون في زمرة أو في مجموعة المساكين. عندهم مال، عندهم كسب، لكنه لا يقع موقعا من، يعني يقع موقعا من حاجتهم لكنه لا يكفيهم، صح؟ قال: والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعا من حاجته من كفايته لا ولا يكفي، كمن يحتاج إلى 10 دراهم وعنده 7، لكن الفقير يحتاج إلى 10 وعنده 3. واضح؟ إذن نقول، نفهم من هذا الكلام أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك الآية الكريمة بدأت به، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن المسكين عكس الفقير، أن المسكين أشد حاجة من الفقير. الإمام أبو حنيفة يرى أن المسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من حاجته، عكس الذي قلناه، وأن الفقير أحسن حالا. واضح؟ لكن الجمهور على خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالجمهور منهم الشافعي يقولون: الفقير أسوأ حالا، المسكين أحسن حالا، تمام؟ طيب، يمكن هنا أن نسأل سؤالا: عندنا الفقير وعندنا المسكين، كم نعطيهم من الزكاة؟ كم نعطيهم من الزكاة؟ ما رأيكم؟ قال العلماء: يعطى الفقير والمسكين من الزكاة كفاية العمر الغالب، كفاية العمر الغالب. ما معنى كفاية العمر الغالب؟ يعني ما يكفيه بقية عمره. كيف يعني؟ الغالب أن الإنسان يعيش 60-70 سنة، نعطيه ما يكفيه إلى 60 و70 سنة. كيف؟ قالوا: ننظر، إذا كان هذا الشخص له مهنة، مثلا هذا الشخص حداد يشتغل في الحدادة، أو نجار يشتغل في النجارة، أو فلاح يشتغل في الزراعة، تمام، نشتري، أو بناء يشتغل في البناء، فإننا نشتري له آلة مهنته. إذا كان حداد يشترون له آلة الحدادة، تمام، إذا كان نجار يشترون له ما يحتاجه في النجارة، إذا كان بناء يشترون له ما يحتاجه في البناء. واضح؟ يشترون له أدوات المهنة حتى يعمل ويتكسب، هذا إذا كان عنده مهنة وحرفة. وإذا كان هذا الشخص عاجزا، ليس عنده مهنة ولا حرفة، أو كان هذا الشخص مثلا كبيرا في السن ليس عنده مهنة ولا حرفة، أو كان هذا الشخص معاقا لا يستطيع أن يعمل، عاجزا مثلا عنده شلل أو عنده مرض لا يستطيع، قالوا: نشتري له عقارا، نشتري بيت ويؤجر ويكون له الإيجار، ينفق عليه. واضح أو لا؟ هذا معنى أنه يعطى كفاية العمر، يعطى كفاية العمر، أي أنه إذا كان له حرفة ومهنة تشترى له
أدوات حرفته ومهنته. إذا كان يحب التجارة ويعرف فيها نعمل له تجارة صغيرة. اليوم نقول إذا كان من طلاب الجامعات وتخرج من كلية الحقوق محامي، نشتري له ما يستعين به على فتح مكتب للمحاماة. إذا تخرج من كلية الطب تخصص أسنان، نشتري له ما يستعين به على فتح عيادة أسنان، وهكذا. واضح؟ بحيث أنه يبدأ يعمل ويتكسب. هذا معنى قول الفقهاء أنه يعطى كفاية العمر الغالب. ليس المقصود أنه يعطى مال يكفيه، لا، المقصود أنك تشتري له إذا كان صاحب حرفة ومهنة ما يستطيع أن يعمل بها ويتكسب بها بقية عمره. وأما إذا كان عاجزا عن العمل، إما لكبر أو لمرض أو إعاقة أو ما شابه ذلك، فتشتري له عقارا، تشتري له أرض يؤجرها، أو بيت يؤجره، أو سيارة يؤجرها، ومن خلال هذا الإيجار، من خلال هذا الأجرة، تمام، والغلة التي يحصل عليها ينفق على نفسه. هذا معنى قول الفقهاء أن الفقير والمسكين يعطى كفاية العمر الغالب. لأنك إذا أعطيت هذا البناء أدوات البناء، وأعطيت النجار أدوات النجارة، وأعطيت الفلاح أدوات الزراعة، وعملت للتاجر تجارة، وعملت للطالب الطب عيادة أسنان، وللمحامي مكتب محاماة، إذا فعلت هذا، هؤلاء بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات سيخرجون الزكاة وسيصيرون أغنياء، صح؟ وهذا الذي يريده الإسلام، أن هؤلاء الذين يأخذون الزكاة اليوم بعد مدة يخرجون الزكاة، بعد مدة يصيرون أغنياء. هذا المطلوب. ليس المطلوب أنك تعطيهم مال، تعطي لهذا مليون وثين مليون، ثم بعد ذلك ينفقها هنا وهناك، ثم في العام القادم يقول اعطيني مرة أخرى، وفي كل سنة يقول اعطيني مرة أخرى، لأن بهذه الطريقة يزيد عدد الفقراء ويزيد عدد المساكين، لا ينقصون. واضح؟ وهذا خطأ من كثير من التجار والأغنياء الذين يخرجون زكاتهم بهذه الطريقة. مثلا يحسب زكاته كلها تكون مثلا 10 مليون روبية، يقول 10 مليون روبية هذه أنا أريد أن أعطيها لمئة أسرة فقيرة، يقسمها قليلا قليلا هكذا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. واضح؟ الأصل في مثل هذا أنه يعطى لشخص أو لأشخاص، تمام، على ما سيأتي من كلام الشافعية. الشافعية يقولون يعني لا يجوز الاقتصار على أقل من 3، وهذا فيه تفاصيل ستأتي. لكن من العلماء من خارج المذهب وقلدهم كثير من الشافعية أنه يجوز أن تدفع الزكاة ولو لشخص واحد من صنف واحد. فمثل هذا لو أعطى لشخص زكاة واشترى له آلة مهنته، إذا كان يعمل في البناء يشتري له أدوات البناء، إذا كان يعمل في التجارة يعمل له تجارة صغيرة، إذا كان يعمل في الطب يشتري له الأدوات والآلات التي يحتاجها في الطب، وهكذا. ثم يبدأ هذا الشخص يعمل بهذه الأشياء، بعد سنة سيكون هذا الشخص مخرجا للزكاة. واضح أو لا؟ هذا الذي ينبغي. لكن للأسف اليوم كثير من الأغنياء لا ينظرون إلى هذا المنظار، يريد أن يوزع زكاته على أكبر عدد ممكن، وبعد ذلك لا يستفيد الناس من الزكاة، بل يزداد الفقراء، تزداد أعداد الفقراء في كل سنة الذين يطلبون الزكاة أكثر. والأصل أنه في كل سنة الذين يطلبون الزكاة يكونون أقل، هذا الأصل. لأنك في هذه السنة مثلا عندنا في هذه القرية مثلا نقول 100 فقير، 100 أسرة فقيرة، في هذه السنة نعطي 10 أسر
مشاريع، نشتري لهم إما تجارة صغيرة وإما عقار يستثمرونه يستغلونه، وإما نشتري لرب الأسرة أدوات البناء أو أدوات النجارة، فصارت هذه الأسر بعد ذلك خلاص عندها كفايتها. في العام القادم بقي كم عندنا؟ 90 أسرة نساعد 10. في العام القادم بقي عندنا 80 أسرة نساعد 10، وهكذا سيقل عدد الفقراء. لكن أنا عندما يكون عندي مثلا مبلغ 10 مليون روبية أو 100 مليون روبية وقسمه على 100 أسرة هكذا من قليل قليل، هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، ينتهي هذا المبلغ، ويبقى في كل سنة عندي 100 مليون، عفوا في كل سنة عندي 100 أسرة نفس العدد، وربما يزيد العدد. واضح؟ أيوة. قال هنا والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. العامل هو الشخص الذي استعمله الإمام. الشخص الذي استعمله من؟ الإمام. ما معنى استعمله الإمام؟ أي أن الدولة كلفته بجمع الزكاة، فهو مكلف من الدولة. تمام؟ هو الشخص الذي استعمله الإمام على أخذ الصدقات، فيأخذ الصدقات من أصحابها، يجمعها، يحفظها، يحسبها، يقسمها، يوزعها، هذا هو العامل. من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. وقوله من استعمله الإمام تفهم منه أن أصحاب الجمعيات الخيرية ليسوا داخلين في العاملين عليها، وليس لهم أن يأخذوا من الزكاة لأنهم عاملون عليها، لا، لأن الإمام لم يستعملهم. واضح؟ لأن الإمام لم يستعملهم، وجمعياتهم التي تجمع الزكاة هذه ليس عندها إذن من الإمام بجمع الزكاة. واضح؟ أيوة. ثم إن العامل يعطى من الزكاة بقدر عمله، يعني سيأتي بعد ذلك ما الذي يجب، لكن العامل يعطى من الزكاة بقدر عمله، يعني يعطى مثل المرتب، يعني هو عمل يستحق على عمله مثلا 2 مليون روبية في الشهر، نعطيه 2 مليون روبية فقط لا نزيده. واضح؟ لا نزيده. تمام؟ قال والمؤلفة قلوبهم. من هم مؤلفة قلوبهم؟ مؤلفة قلوبهم هم ناس أسلموا، يعني مسلمين، لأن الزكاة لا يجوز أن تعطى لكافر. مؤلفة قلوبهم ناس مسلمون. تمام؟ ناس مسلمون لكن نيتهم في الإسلام ضعيفة، يعني حبهم للإسلام لا زال ضعيفا، يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تقوية حتى يثبتوا على الإسلام، فيعطون من الزكاة ما يثبتهم. تمام؟ قال والمؤلفة قلوبهم وهم 4 أقسام. أحدها مؤلفة المسلمين، وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام فيتألف بدفع الزكاة له. تمام؟ تدفع الزكاة له حتى يرغب ويحب الإسلام أكثر ويثبت عليه. تمام؟ وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات، الأقسام الأخرى مذكورة في الكتب المطولة. تمام؟ قال وفي الرقاب. قال وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. ذكرت لكم من قبل أن أقسام العبيد 5. ما هي أقسام العبيد 5؟ من يذكر؟ ذكرنا في أول درس في الزكاة، يعني قبل أسبوعين، أقسام العبيد 5.
العبد القن وهو العبد الخالص، أيوة نعم. العبد المدبر وهو الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر. العبد المكاتب سيأتي، نعم. العبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. أم الولد، صح، والمكاتب، خمسة: القن، المدبر، المبعض، أم الولد، المكاتب. الزكاة لا يجوز أن تعطى للعبيد، لا يجوز أن تعطى للعبيد. لماذا؟ لماذا لا يجوز الزكاة أن تعطى للعبيد؟ العبد يملك أو لا يملك؟ يملك أو لا يملك؟ لا يملك العبد، العبد لا يملك، صح. فأنت عندما تعطيه الزكاة كأنك تعطي سيده، لأنه هو لا يملك، واضح. وبالتالي نقول الزكاة لا تعطى للعبيد إلا للمكاتب، إلا للمكاتب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، قال له سيده إذا دفعت لي كذا وكذا فأنت حر، ادفع لي كذا وكذا خلال مدة كذا وكذا فأنت حر، واضح. مثلا قال له سيده إذا دفعت لي 3 مليون روبية خلال 6 أشهر فأنت حر. هذا العقد، كل شهرين تدفع 1 مليون روبية، شهرين الآن يعني شهرين 1 مليون روبية، شهرين 1 مليون روبية، شهرين 1 مليون روبية، إذا دفع 3 مليون روبية فأنت حر، واضح أو لا؟ تمام؟ أيوة. هذا المكاتب يجوز أننا نعطيه من الزكاة حتى يسدد هذه الأقساط، تسمى نجوم الكتابة، يجوز أن نعطيه من الزكاة حتى يسدد هذه الأقساط، واضح أو غير واضح؟ واضح؟ نعم. قال لكم وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة. طيب إذا كان العقد باطل، عقد الكتابة باطل، فلا نعطيه. قال أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. طيب كم نعطيه؟ كم نعطي المكاتب؟ كم نعطي المكاتب؟ نحن قلنا الفقير والمسكين كم يعطى؟ الفقير والمسكين كم يعطى؟ كفاية العمر، شرحنا ما معنى كفاية العمر. العامل كم يعطى العامل؟ كم يعطى العامل؟ ها؟ أجرة عمله، تمام. طيب كم يعطى المكاتب؟ عفوا، في الرقاب كم يعطى؟ يعطى ما يسدد به الأقساط، يعني مثلا في المثال كم كانت الأقساط؟ 3 مليون، صح؟ يعطى ما يسدد به هذا المبلغ، ما يسدد به مبلغ الكتابة، تمام؟ يعني يعطى على قدر المبلغ، واضح أو غير واضح؟ واضح أو لا؟ إن شاء الله. طيب المستحق الخامس الغارم. قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين. الغارم ما معنى الغارم؟ الغارم هو المدين، الغارم هو المدين، الشخص الذي عليه الدين. والشخص الذي عليه الدين، انتبه معي، الشخص الذي عليه الدين إما أن يكون الدين لمصلحة نفسه أو يكون الدين لمصلحة عامة. لمصلحة نفسه، شخص احتاج أنه يسافر لأجل علاج فاستدان، شخص احتاج إلى، أو شخص يريد الزواج فاستدان أخذ دينا، شخص على سبيل المثال يريد أن يعمل شيئا، أن يبني بيتا
فأخذ دينا، هذا يسمى غارم، استدان لمصلحة نفسه. يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين. كم نعطيه؟ ما يسدد به الدين. انظر، هذا استدان لمصلحة من؟ استدان لمصلحة نفسه، تمام؟ وأحيانا الشخص لا يستدين لمصلحة نفسه، لكن يستدين لمصلحة عامة، كأن يكون الشخص هذا شخص بارز في المجتمع، له مكانة في المجتمع، فالناس يأتون إليه من أجل الصلح، تحصل مشكلة بين فلان بين فلان بين فلان، يأتون إليه، يجلسون عنده، يطلبون منه الحكم بينهم. وعندما يأتي هؤلاء الناس يحتاج أنه يعمل لهم ضيافة، يذبح لهم مثلا، يحتاج أنه يدفع مال لبعض الأطراف حتى يرضوا بالصلح. فإذا أنفق مالا من أجل الصلح، هل له أن يأخذ من الزكاة أو ليس له؟ نعم، له أن يأخذ من الزكاة، له أن يأخذ من الزكاة تشجيعا له على الصلح، لأن صلح ذات البين من العبادات العظيمة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح خير. واضح؟ فهذا الشخص استدان لمصلحة من؟ هل لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره. نقول يجوز لك أن تأخذ من الزكاة. واضح أو غير واضح؟ ولذلك قال لكم هنا الشارح: والغارم على ثلاثة أقسام، أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله. هذا فقط مثال، تسكين فتنة في قتيل، حتى لو لم تكن الفتنة قتيل، حتى لو كانت الفتنة مسألة أخرى. واضح؟ ما دام أنه استدان للإصلاح، لإصلاح ذات البين، فإن له أن يأخذ من الزكاة. قال: لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا. حتى لو كان غنيا، حتى لو كان هذا الشخص الذي يصلح بين الناس غنيا يعطى من الزكاة. لماذا يعطى؟ قلت لك حتى يستمر في الإصلاح، حتى يستمر في إصلاح ذات البين، تمام؟ قال: فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه. يعني يعطى إذا كان الدين باقيا عليه. فإن أداه من ماله، فإن أداه من ماله، يعني إن دفع الدين من ماله أو دفعه ابتداء، لم يعطى من سهم الغارمين، إلا إذا دفعه ناويا أنه يأخذه من سهم الغارمين فله أن يأخذه. ثم قال: وبقية أقسام الغارمين مذكورة في المبسوطات. هو لا يريد أن يتوسع في الكلام، لأن هذا الكتاب ليس كتابا واسعا، فهو يذكر فقط ما يناسب طالب العلم في هذه المرحلة. قلت لك من الغارمين أيضا من استدان لمصلحة نفسه، استدان لأجل زواج، استدان لأجل بناء، استدان لأجل دراسة، هذا استدان لمصلحة نفسه، هذا أيضا يجوز أن يعطى من مال الزكاة بقدر ما يوفى به دينه، تمام؟ أيوة. طيب، وسيأتي لنا بعد ذلك كلام عن الدين إن شاء الله. قال: أما سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله. في سبيل الله من هم؟
قال في سبيل الله هم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. انتبه معي، الجنود ينقسمون إلى قسمين، الجنود ينقسمون إلى قسمين. قسم الأول جنود رسميون يسمون جنود نظاميون، يعني يكون عندهم أسماءهم موجودة في وزارة الداخلية، وزارة الدفاع مكتوبة، كل يوم يذهبون ويعملون ويتدربون على السلاح ويكونون في الحدود، واضح؟ هؤلاء الجنود جنود رسميون نظاميون. عندما تحصل حرب هؤلاء هم الذين يتولون حماية البلاد، صح؟ لكن أحيانا عندما تحصل حرب هؤلاء لا يكفي فقط أو لا يكفون فقط لحماية البلاد، نحتاج لناس آخرين، نحتاج لناس آخرين لمساعدتهم. فيأتي أناس بعضهم معلمون، بعضهم أطباء، بعضهم مهندسون، بعضهم فلاحون، يحملون السلاح من أجل حماية البلاد، صح؟ هؤلاء القسم الثاني هل هم جنود نظاميون أو غير نظاميين؟ غير نظاميين. هؤلاء غير النظاميين هم الذين يستحقون من الزكاة، ولذلك قال لك هنا هم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة، يعني ليس عندهم رواتب، رواتب من الدولة. هؤلاء متطوعون، هم تطوعوا بالجهاد، لكن الجنود والعساكر الذين عندهم رواتب شهرية منتظمة هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، هؤلاء يأخذون من الغنيمة، سيأتي معنا في آخر الكتاب. من الذي يأخذ من الزكاة؟ الذي يأخذ من الزكاة هم المقاتلون المتطوعون، المقاتلون المتطوعون الذين يتطوعون بالقتال، يتطوعون بالجهاد، واضح؟ قال لك وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. قوله سبحانه وتعالى في سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي سبيل الله. فسر العلماء في سبيل الله من؟ من قلنا؟ من هؤلاء في سبيل الله؟ المجاهدين الإيش؟ فقط المجاهدين؟ المتطوعين، المجاهدين المتطوعين بالقتال بالجهاد، واضح؟ طيب هل يدخل في هؤلاء من كان مجاهدا لكن بغير سلاح؟ أعطيك مثال، في بعض الدول في بعض المجتمعات يوجد نشاط لنشر النصرانية، في بعض المجتمعات يوجد نشاط لنشر مثلا الليبرالية والعلمانية، في بعض المجتمعات يوجد نشاط لنشر الإلحاد، يحتاج المسلمين إلى معاهد ومراكز دراسات وأبحاث ومتخصصين في الرد على هذا الغزو، هذا يسمى غزو ماذا؟ غزو فكري، غزو فكري بنشر الإلحاد، غزو فكري بنشر المذاهب الهدامة، غزو فكري بنشر العقائد المنحرفة. يحتاج المسلمين إلى أن يوجد من بينهم من يرد على هؤلاء، من يرد على شبهات المنصرين، من يرد على شبهات الملحدين، من يرد على شبهات العلمانيين والليبراليين، من يرد على شبهات بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهي تهدم الإسلام كالرافضة الاثنعشرية، صح؟ هل هذه المعاهد والمراكز والأبحاث والمتخصصين فيها في هذا الرد على الغزو الفكري هل يمكن أن نعطيهم من الزكاة أو لا يمكن؟
قال كثير من العلماء المعاصرين يمكن أيضا أن نعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأن الغزو اليوم ليس فقط غزو عسكري، الغزو قد يكون غزوا عسكريا، والغزو العسكري إذا جاء في دولة هب الناس كلهم للدفاع عنها، كل الناس يدافعون، لكن الغزو الفكري لا يدافع إلا القليل. عندما تأتي هذه الشبهات كم يدافع؟ قليل. فنحتاج أننا نعطي لهؤلاء من الزكاة حتى يستقووا في ردهم على الأفكار المحرفة التي تحرف بعقيدة المسلم. واضح له؟ أيوة. إذن نقول الغزو الفكري أيضا نحتاج أننا نعطي الزكاة لمن يتصدى له. تمام؟ طيب، الصنف الثامن والأخير ممن يستحقون الزكاة ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ قال ابن السبيل من ينشئ سفرا من بلد الزكاة، أو يكون مجتازا ببلدها. يعني شخص على سبيل المثال، طبعا الغزاة هؤلاء قبل ذلك المتطوعون بالجهاد يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. واضح؟ طيب، ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ مثلا أنا جيت إلى بلادكم ثم أريد أن أسافر إلى بلدي، لا أجد مالا، أنا أنشأت سفرا. ما معنى أنشأت؟ يعني بدأت سفرا من بلد الزكاة، لا أجد مالا حتى أعود إلى بلدي. أنا مستحق أن أعطى من الزكاة كم أعطى؟ أعطى ما يوصلني إلى بلدي فقط، أعطى مال يكفيني للوصول إلى بلدي. واضح أو لا؟ إذا كنت منشئا السفر من بلد الزكاة، أو كنت مجتازا. ما معنى كنت مجتازا؟ يعني شخص على سبيل المثال يأتي من أستراليا إلى إندونيسيا ليذهب إلى الحج مثلا، يأتي من أستراليا إلى إندونيسيا ليذهب إلى مكة المكرمة، فعندما جاء إلى إندونيسيا انتهت نفقته، إما سرقت وإما ضاعت وإما أخذها اللصوص وإما أنه أخذ مالا قليلا عفوا وإما أنه أخذ مالا قليلا ضاع، يعني انتهى عليه، وصل إلى إندونيسيا انتهى المال. نقول هذا ماذا يسمى؟ هل أنشأ السفر؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مجتاز. يعني ماذا مجتاز؟ يعني في الطريق، يجتاز الطريق. تمام؟ هذا يسمى مجتاز. أيضا هذا المجتاز يستحق أن يعطى من الزكاة ما يوصله. ولذلك قال لكم هنا ابن السبيل من ينشئ سفرا من بلد الزكاة، أو يكون مجتازا ببلدها أي ببلد الزكاة، ويشترط فيه الحاجة، أن يكون محتاجا، أن يكون محتاجا الآن حتى وإن كان غنيا في بلده، حتى لو كان في بلده غني والآن ليس عنده مال نعطيه. طبعا هذا كان في الزمن الأول، أما اليوم لو كان في بلده مال يمكن حوالة ويسترن يونيون يرسلون له مالا إلى هنا، صح؟ ممكن. قال أليس كذلك يا أبا الحسين؟ نعم. قال ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية. لا يكون السفر سفر معصية، وهذا مر معنا كثيرا. لو كان السفر سفر معصية نقول له تب حتى نعطيك، ما في توبة ما في زكاة. واضح؟ أما إذا كان السفر سفر مباح كسفر علاج، أو مندوب كصلية رحم، صلة رحم أو طلب علم، أو واجب كحج أو عمرة واجبين، فهذا يعطى. تمام؟ أيوة. طيب كم الآن؟ 9. طيب نقف هنا.
قال هنا العامل ونستعمله الإمام على أخذ الصدقات. ما المراد بالإمام؟ هل هو لا ليس المراد إمام المسجد، المراد بالإمام الدولة. لا إمام المسجد هذا مسكين الله، مسكين هذا. طيب، ولذلك قال بعض العلماء إنه لا يوجد عمال زكاة منذ القرن الثالث الهجري، ما في عمال زكاة، ما في. الزكاة ضيعت قالوا منذ القرن الثالث الهجري، ما في. واضح؟ يعني حتى إذا وجد يوجد، لكن بصور يعني يصيبها كثير من الأخطاء. نعم. هل إخراج الزكاة عن الغير يشترط فيها الإذن؟ نعم، لا يشترط فيها المعرفة، يشترط فيها الإذن. ومن المسائل المهمة، وهذا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، في زكاة الفطر مثلا، أنا أب عندي ابن وبنت، انتبه معي، أنا أب عندي ابن وبنت، الابن يجب علي أن أنفق عليه إلى متى؟ إلى البلوغ. أظن مرة هذا معنا في المحاضرة. الابن الذكر يجب على الأب أن ينفق عليه إلى البلوغ فقط، بعد البلوغ لا يجب عليه أن ينفق عليه، لا يجب، هذا استحباب من الأب ينفق عليه لكن لا يجب عليه. تمام؟ أيوة. إذا كان عمر الابن 18 سنة أو 20 سنة يجب عليه أن ينفق عليه؟ لا يجب عليه. وبالتالي عندما أخرج زكاة الفطر عنه، أنا أخرج زكاة الفطر عنه ليس لأنه واجب علي الإنفاق عليه، الأصل أنه هو يخرجها عن نفسه. إذن عندما أخرج زكاة الفطر عنه يجب علي أن أستأذن منه وأقول له سأخرج زكاة الفطر عنه حتى ينوي، فإذا أخرجتها عنه بدون إذنه لا تجزئ، أو بدون علمه لا تجزئ، لأنه لا يجب علي الإنفاق عليه. من وجبت نفقته وجبت فطرته، هذا لا تجب نفقته، بالتالي لا تجب فطرته. فإذا أردت أن أخرج زكاة الفطر عن ابني الذي عمره 20 سنة، أقول له يا ولد سأخرج عنك زكاة الفطر هذا العام، يقول أخرج جزاك الله خيرا، ما في مشكلة. تمام؟ إن ما في مشكلة، لكن أخرج بدون علمه لا تجزئ عنه لأنه بالغ هذا. لكن إذا كان عندي بنت، البنت يجب علي أن أنفق عليها حتى تتزوج، وبالتالي حتى لو عمرها 20 سنة ما زالت عندي لم تتزوج، أخرج بدون إذنها ولا علمها. واضح؟ أيوة. تريد أن تخرج زكاة الفطر عن صديقك، عن صاحبك؟ نقول ممكن، لكن قل له، لأن هذا لا يجب عليك نفقته، قل له سأخرج زكاة الفطر عنك ثم أخرجها، قل له قبل أن تخرج حتى ينوي، ليس بعد أن تخرج تقول له أنا أخرجت عنك زكاة الفطر أو تتصل به، لا تجزي هذه. تمام؟ هناك من قال إن مصارف زكاة الفطر للفقراء والمساكين. نعم، هنالك من قال إن مصارف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، لكن الآية عامة، إنما الصدقات يشمل صدقات المال وصدقات البدن للفقراء والمساكين إلى آخر. لكن السؤال الذي فيه الإشكال الأكبر، هل يجب تعميم هؤلاء أو لا يجب؟ هذا سنذكره بعد الاستراحة إن شاء الله. الشافعية لهم كلام شديد في تقسيم الزكاة، ولذلك كثير من فقهاء الشافعية خاصة من فقهاء اليمن اختاروا غير المذهب الشافعي في هذه المسائل، حتى قالوا ثلاث مسائل يفتى بها على خلاف المذهب في الزكاة. تمام؟ كذا وكذا وكذا، مسألة دفع الزكاة لشخص واحد أو لصنف واحد، مسألة نقل الزكاة، ومسألة معاملة السفيه كما ذكرها صاحب تجديد البنيان. سنذكر هذا إن شاء الله بعد الفاصل. نقف هنا.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا لا أدري الملخصات بالنسبة لأصول الفقه مدى ستأتي، جاهزة أو ليست جاهزة؟ جاهزة. ماذا؟ بعضنا يجهز وبعضنا لا يجهز. على كل حال لو تأتي أقل شيء الأسبوع القادم أفضل، حاولوا أنها تكون عندي جاهزة الأسبوع القادم، هذا أولا. ثانيا غدا سندرس في الدرس الأول قواعد الفقهية، في الدرس الثاني هذا فتح القريب مجيب إن شاء الله، تستعدون بالكتب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.